لما راح لعبت مباراه لما حدثت الواقعه جه الفريق التحقيق المباحث عندما حدثت واقعه مقتل المجني عليه مقتل المجني عليه حدثت حضرة فريق الشرطه المكون من اللي هو خالد عبد الحميد المكون من الشاهد الاول اللي هو خالد عبد الحميد استغل يا ريس النقطتين خالد عبد الحميد صراحه مين هو استغل خالد عبد الحميد قول يا فندم هو خالد عبد الحميد ما فيش حاجه دي خالد عبد الحميد الشاهد الاول بس اللي هو خالد عبد الحميد مش اول مره سمعت شكي منه واشتكى منه في 6 8 قبل الاعتراف امام النيابه قال اللي هو خالد عبد الحميد اكرهني هو اكيد ما هو شد اول لازم ده كان التحقيق النيابه قبل الاعتراف التحقيق الاولاني الخاص بالنيابه 6 8 من بدايه قلت حاجه يا ريس استغل المنفضين الدير فيه منقسم في اختلافات اولا عمل ايه بس هو اقول لك عندنا في الدير عاملين جروب موجود كان موجود في الورق اسمه جروب صوت صارخ في البريه انت قايل كده الكلام ده حقيقي فهو لما لقى الجروب في حوالي 17 واحد بالظبط كان 17 واحد من 17 كان جروب 52 واحد 52 في 17 واحد قعد يجيب قال لي انت اللي قايم على هذا الجروب قلت له انا ما هو مش بيكتب على فكره ما مش عارف انت اصلا بتكتب لي اصلا مش عارف طب ماشي يا ريس قال لي يا سعاده الرئيس عندما حدث وقعت مقتل مجني عليه حضر فريق الشرطه المكون من اللواء شاهد الاول ماشي و قعد معايا قال لي انت وقال لي المسؤول انت المسؤول عن الجروب عن جروب اسمه الجروب صوت صارخ في البريه جروب صوت صارخ في البريه وانت يعتبر من اول المعترضين ثواني بس في البلديه وانك من اول المعترضين على ثواني بروحش دي براحتك انك من اول المعترضين على على الدير وسياسته وسياسته وانت القائم عليه فقلت له انا فرد من افراد هذا الجروب وانا مش قائم عليه ماشي مش قائم عليه قال لي لا انا ما عنديش حد قدامي غيرك ماشي وانت الوحيد اللي بتقدر ما عنديش حد قدامي غيرك وانت الوحيد اللي بتعرف ماشي الجروب كل ما بتكتب مقاله كله بيكتب وراك انت الوحيد اللي كل ما بتكتب مقاله كله بيمشي وراه قلت له ده وده ليس ان انا ضد الاسقف ولا ضد ادارته ولكن فانا قلت له انا قلت له ان ده ليس ضد الاسقف المجن عليه يعني ليس ضد الاسقف ايوه المجن عليه ولكن دي اعتراضات عاديه ليس لها اي شأن بضغينه او كره ما هي الا التعبير عن النفس وهي الا تعبير عن النفس عن رايي لنفسي فقال لي القضيه دي مقفوله وانا ما عنديش حد قدامي اطلعه غير من المجموعه دي الا انا وانا ما ينفعش مجهول ادخل في قضيه واطلعها ضد مجهول وفي ناس كتيره من الرهبان ضدك وبصفتك ان انت بينك وبينه خلافات سابقه وعشان في خلافات بينك وبين المبنى عليه سابقا قلت له الخلافات دي يا ريس عمرها ما تخلي ان انا ممكن امد ايدي عليه. قلت له الخلافات لا يمكن ان تتوصل الى ان انا اعتدي عليه. بدا يزود عليا الضغوط يزود ازاي بقى؟ يقل ادبه عليا بدا يستفزني ازاي يعني؟ ازاي؟ كان في ايدي في تعويره
قبل الحادثه بيومين. لا قال لي انت اللي عامل الحادثه والدليل على كده التعويله اللي في ايدك. واكرهني لان كان في اصابه في ايدي الشمال. يتلفظ الفاظ بذيئه. وبدا يسبني بالفاظ بذيئه. وانا قلت له ما تقلش ادبك عليا. راح قفل الاوضه وده كله في جوه الدير والرهبان شهر بالكلام ده. ومد ايده على مسكت فيه. انا صراحه مسكت فيه. وبعد كده تعدى عليا بالضرب وانا مسكت فيه. لما مسكت فيه الضباط هاجي طبعا لان هو كان حواليه راح ينزلوا فيا ضرب. والضباط اللي كانت موجودين معاه مسكوني ضربوني. واتلفظ الفاظ في منتهى البذاءه. ماشي قلنا الالفاظ دي. لا الالفاظ دي تعبتني خالص. ماشي اه. وقال لي بكره انا هلبسك الموضوع. وهددني في يوم 2/8 عرفني. ثواني بس. وهددني ان هو هيلفق له القضيه دي. ويوم 2/8 عرضني على الطب الشرعي. يوم 2/8 عشان خاطر التعويره اللي في ايدي. على الطب الشرعي عشان الاصابه اللي في ايدي الشمال. اه. وخدني بره بعد ما خلص الطب الشرعي خدني في اسم النبريه. وبعد ما عرضت على الطب الشرعي خدني باسم نبريه. قال لي بص انا مش قدامك غيرك. وانا قاعد نقطتين دم من المبنى عليها حطهم في اي حته. وقال لي انا ما قداميش غيرك علشان تشيل القضيه دي. قلت له خلاص طالما انت مقتنع بكده وعايز تشيلني دم مش دمي ارفع السماعه وقول الكلام ده لسكرتير البابا لانه في الدير. فانا قلت له طالما انك عايز تشيلني القضيه دي اتصل سكرتير البابا. اه اسمه قصه انجيلوس. الباسكتير البابا. اه. اه. قصه بمين؟ راح شتمه وشتم الكنيسه وشتم البابا، قال انا مش شغال عندكم انا هلبسك القضيه دي هلبسها لك. لا استنى يا ريس الموضوع كبير. الموضوع كبير يا ريس جمال. ما تفرجش عليا. اتصل سكرتير البابا. ما اتصلش بيه. انا قلت له اتصل بيه قال مش هتصل بيه شتمني. وقال لو عايز تشيل القضيه اتصل بسكرتير البابا. انا اللي قلت له كده. فهو شتم الكنيسه والبابا. انا مش شغال عندكم. وقال انا مش شغال عندكم. وانتوا بتاكلوا في بعض وتقول لي انا بقدركم على بعض، استغل الجروب، الجروب فيه كلام مش كويس. ايوه اه. قلت له طالما انت عايز تشيل الموضوع انا هشيله بس مش شرط. ترفع السماعه تاكد الكلام تاني ويتكلم سكرتير بابا. أيوة. ان انا معايا بره الموضوع. هو شتم هو كده اه بعد كده. ماشي؟ اه. ف خدني قال لي بص انا عندي دم من المبنى عليه وعندي ادله ان انا ممكن اثبت عليك الموضوع بشهود الرهبان اللي ضدك. وقال لي ان عندي نقط دم من جثة المبنى عليه دم من جثة المبنى عليه وبعض الرهبان اللي هيشهدوا عليه وهلبسك القضيه. وقدر يكلم اللجنه الموجوده في الدير كان انبا دنيال وانبا دنيال وانبا ابونا انجلس قال لهم احنا لقينا المبنى اللي قاتل هو ده. وقدر هو كلم اللجنه اللي موجوده في الدير وهم انبا دنيال وانبا دنيال انبا دنيال وانبا دنيال وانبا متاؤس. هم اثنين الدنيال؟ اه الانبا دنيال والانبا دنيال والانبا مين؟ متاؤس. متاؤس انا ما اعرفش انا ما شفتش المكالمه. وبلغهم بلغهم قال لهم المبنى عليه احنا اللي عرفنا اللي قاتل المبنى عليه. وبلغهم ان انا عارف اللي قاتل المبنى عليه. كان يوم 2 ده انا شربت السم. انا ما حضرتش المكالمه دي. ما عرفتها ازاي؟ هو قال لي لكن الشاهد الاول قال لي الكلام ده. وانا تعبت خالص منه روحت بالليل. خدني يوم 2/8 روحت بقى الساعه 9 بالليل. وكنت شارب سم لان انا ضغط عليا وعشان من كتر الضغط عليا انا مش عارف اروح لمين. وعشان من كتر الضغط عليا الكنيسه ضدي. انا شربت سم لان ما كنتش عارف اروح لمين لان الكنيسه ضدي. فلما قدر يجيب لي قرار الشلح هو اللي جاب لي قرار الشلح. جاب لي الورقه قال لي بص انا شلحتك. والضابط اللي هو الشاهد الاول هو اللي جاب لي قرار التشريع. تجريم قرار التجريم.
خدني يوم 2/8 لحد يوم 10/8 بيعاملني في معامله في منتهى البذاءه. انا مش قادر اقول لرئيس الكلام اللي حصل من 2/8 حتى 11/8 كان بيعاملني معامله سيئه. قال لي مش انت شلت السم؟ انا هشربك السم بجد. وهددني علشان انا شربت سم. قال لي يا ابني انا مش عايز اضحك اكتر من كده. قال لي انا هعمل معاك اتفاقيه. وطلب مني ان نعمل معاه اتفاقيه. قلت له اتفاقيه ايه؟ قال لي هنعمل محضر في النيابه ان انت زقته ومشاجره ووجع مات. قلت له ازاي يعني؟ انا ما اعرفش الكلام ده. ان نعمل محضر في النيابه ان قام بدفع المبنى عليه وسقط ارضا ومات. فانا رفضت. فبصراحه انا قلت ادب عليه. فانا رفضت وقليت ادبي عليه. راح طلب من الضباط اللي حواليه انه يمنعوني عليهم خالص. وطلب من الضباط اللي معاه تجريدي من ملابسي تماما. وبعدين قول خلاص يا ساسي يلا ليمون واحد واحد يا حمام يا حسب يا بلعب يا ريال. ايوه بعد كده وراح مني جاب الحمام. بعد كده راح نودينا عند الراجل دوت وكيل النيابة. انا ما قلتش حاجة في وكيل النيابة. ما قلتش اي حاجة. حيث انهمر المتهم بالبكاء. حيث انهمر المتهم بالبكاء. ثواني عشان في حاجة مهمة جدا. نتيجة انا رحت لوكيل النيابة. وبعد كده ودخل وخلى عبد الحميد قاعد قدامه على الكرسي. هو وداني النيابة تحقق معايا. خلى عبد الحميد قاعد قدامه وانا قاعد على بعد حوالي 2 متر. وكان معايا الظابط الشاهد الاول اثناء ما كان اتحقق معايا في النيابة. هما قاعدوا يكتبوا ويقطعوا ورق. انا مش عارف يكتبوا ايه. انت ما سالتش فيه؟ سالت ايه؟ هو النيابة ما سالتش كل هو شغال على نفسه، شغال على نفسه. ما تطولش على نفسك. ماشي؟ فات يا حسن. وهو الشاهد الاول كان اثناء ما كان بيحقق معايا قاعد. كان قاعد. انا قاعد على بعد مترين متر ونص. وكان بيني وبين النيابة في التحقيق حوالي متر ونص مترين. وموقف جنبي ظابط كمان. وكان واقف جنبي ظابط. كل ما اقوم يدي قلبه عليا. وكل ما احاول اعترض كان يقل ادبي عليا. قعدوا يا ريس حوالي اكتر من الساعه 3 او 4 لحد الساعه 9 في الليل. الكلام ده. التحقيق تم من الساعه 3 حوالي كده. انا مش فاكر. 3 العصر؟ اه. 3 العصر حاجه زي كده. حتى الساعه 9 بالليل متواصل. اللي جيت حته الحديده اللي انت جابها لك دي داخله ف والكلام ده على التحلف وعلى المصحف تحلفه. دخل الحته الحديده كده فبقول له ايه ده يا مصطفى بيه يا محمد بيه؟ قال لي دي الاداه اللي انت استعملتها. قلت له ما اعرفش عنها حاجه. ولقيت حد من الشرطه داخل بالاداه اللي مضبوطه. فقلت له ايه ده يا ريس؟ وبيقول ان هي اللي المتهم استخدمها في الحادث. قلت له قال لي دي لا بقول له ايه ده؟ قال لي دي انت اللي استخدمتها في الحادث. قلت له ما اعرفش عنها حاجه. فراح رد هو مشاهده وربنا يشهد على كلامي. قال لي ما احنا عارفين. ما احنا عارفين الكلام ده. والنيابة ردت قالت ان احنا عارفين ان دي الاداه اللي استخدمت في الحادث. قلت له طب ممكن اعمل التليفون على فكره بتاعي معاه. مش هي اللي استعملت. مش انت اللي عملت كده. مش هي اللي استعملت. قال لي قلت له ما اعرفش حاجه عنها. قال لي ما احنا عارفين.
عارفين ايه؟ ان انا ما اعرفش عنها حاجه. احنا عارفين ان الادامه دي ما نعرفش عنها حاجه. يا ريس جلال مين اللي بيتكلم؟ واحد مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ طلع برا، طلع برا، طلع برا. انا اسمع مين ولا مين يا عم؟ انت مالك انت؟ لما جابوا الاله يا ريس انا ما اعرفش عنها حاجه. قالوا ما احنا عارفين. قالوا ما احنا عارفين، لكن مش حقيقه ولا شيء. احنا بعد ما خلصت طلعني بره وقعدوا ساعتين تاني مع بعض وخدوني امثل الجريمه. بعد التحقيق على طول، على طول في نفس الليله. وبعد انتهاء التحقيق بذات الليله خدوني وعشان نمثل الجريمة. عارف يا ريس حاجة ثانية؟ أنا كنت قاعد معاه قدامه في النيابة ومقلعني عليها بالمطرون والشرطة. تخيل بقى يا ريس. وأثناء ما كنت بتحقق معاه في النيابة أنا عايز أدخل طلب يا ريس. كان بيتحقق معايا وأنا لابس الفانيلا والشرطة. أنا عايز أدخل طلب يا ريس إن هو يشهد على الكلام ده على القرآن. الكلام ده حصل وما حصلش. قول بس لو كان شهد تحته. بعد كده بعد كده خدني وركبني العربية وراح ان انا امثل الجريمه. هم قال لي امثل الجريمه، قال لي تعالى هروحك الدير خالص. انا هروحك بعد التمثيل ولا قبل التمثيل؟ لا قبل التمثيل، بعد النيابه لما لقيني كنت عم امثل. واخدوني وركبت العربيه عشان امثل الجريمه. هو كان مفكرني ان انا اروح الدير. هو قال لي تعالى خلاص هروحك. هو طبطب عليا وشرفني ماده كده. قال لي هو محمد بيه. قال لي ايه ده؟ انا كنت منهار جدا. شربني. قال لي هجيب لك عصير. قلت له لا مش عصير. فقال لي هشربك حاجه سخنه. فشربت معاه. انا برضه مش متوقع يخرج. انا كنت متوتر والنيابه شربتني حاجه سخنه. فقال لي تعالى وهرجعك الدير النهارده هتغير. وهو خد اعتماد طلع قاعد يسمع يهزر معايا. كان عامل معايا زي موج البحر. خلينا بس معاه بعد المعاينه. خدني الدير. قلت خلاص هروح. انا قلت ايه، انا ماليش دعوه بالموضوع وانا هروح. يعني هتروح ازاي الدير انت مجرد اصلا؟ تاخد الجريد. هو قال لي خلاص هتروح. هو قال لي انا جردتك، انا جردتك، انا هرجعك زي زي ما ايه زي ما جردتك. هو خدني الدير. هو انا فاهم ايه اللي بيحصل يا ريس؟ ان الدير كمان انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. خدني وداني تمثيل الجريمة. ما كانش الموضوع تمثيل جريمة. خدني ايه انا رحت يعني. وقال لي خلاص هاتوا له الجلابيه بتاعته. قال له في الوقت كانوا فين الجلابيه؟ راح ملبسني الجلابيه وقال لي خلاص. دي خلق حميد بقى بالهلوم بتاعته اللي اتقفل قفلوا عليا الباب ثاني. في اوضه بقى ولا فين؟ في الدير في مقر التصوير. قبل التصوير ولا بعد التصوير؟ جنب التصوير. قبل ولا بعد التصوير؟ قبل التصوير. وقبل ولما رحت الدير قبل التصوير قلعني الجلابيه ثاني. الجلابيه دي قبل اولدس. قبل اولدس في اوضه في الدير وتعدوا عليها بالضرب برضه ولا ايه؟ وتعدوا عليها بالضرب هو والظباط اللي كانوا معاه. وخدني قال لي بص هتخبط ثلاث خبطات. وبلغني ان انا لما نيجي نمثل الجريمه هنضرب المجني عليه ثلاث خبطات. ثلاث وخلاص والموضوع هيخلص. والموضوع يخلص على كده. في حاجه ثانيه يا ريس لازم تثبتها لي. لما قلعني في الاوضه كان معاه جهاز كده مش كويس. وانا قاعد معاه حاجه مش كويسه بالكهرباء. كان بيخليني ماشي يعني ما بحسش بنفسي. يعني انا مش عارف ايه ده. إيه يعني الفجر قول بس. طيب الفجر واثناء ما كنت في الاوضه قبل تصوير الوقعه كان معاه جهاز كهربني بيه. قلت له يا عم اللي عايز تعمله اعمله ما تهنيش. اعمل اللي عايز تعمله ما تهنيش. ونتيجه هذا الضغوط انا قمت بتنسيق الكلام. واضح حاله العياء في التمثيل. انا واقف مش داريان بنفسي خالص. قال لي اضرب احتضار، اضرب احتضار. اكيد ماشي مش قادر امشي. الملقح العصايه في الارض. وخلص كده. خدني بعديها بعد ما خدني راح مقلعني الجلابيه في وسط اللي قال لي يلا شكلك مش قال لي يتطول عليا. وخدني بقى معاه، خدني حبسني
اربع ايام بعد التصوير حبسني يوم كام كان يوم الخميس يوم الجمعه ومين اللي حفظ الضابط ولا مين هو خدني في اسم معرفش بعد التصوير يعني بعد التصوير حبسني اربع ايام لا هو خدني كممني الاول هو طلعني كممني طلعني ولقيت نفسي في اوضه مع اثنين كده مربوطين بقوله انا فين فليه كنت في الاسم او العسكري قال لي ما عنديش اكلمك في اي حاجه كان ده قاعد كده لغايه لما عرضني على جال التبديلات القاضي فالقاضي طلع راجل يعني محترم لغايه ما عرضت على القاضي بعد الاربع ايام الاربع ايام يا ريس مش اربع ايام ثاني يومين بس كنت متوه خالص حاسس بنفسي فالقاضي بيقول لي انت قتلت قال لي امال ايه ده قلت له هم فين ما عملوه يا ريس ولما القاضي سالني وقال لي انت قتلت الراجل ده قال لي فيلم حي بتاع قال لي قلت له لا ما حصلش ده هم فيلم عملوه قال لي امال مالك هو شافني ما كانش معاك محامي في الوقت ما كانش معايا محامي بالتاكيد قال لي ما عايش محامي والقاضي سالني عن المحامي قلت له عايش محامي وقبل ما نخش القاضي الرئيس خلى حميد جاري وساكن كده ساكن مش مصر قال لي خش تقول انت اللي قتلت وقبل ما اخش على القاضي عشان تجديد الحبس جالي الشاهد الاول وطلب مني ان انا اقول للقاضي ان انا اللي قتلت المبني عليه فلما دخلت القاضي التجديد شافني كانت في حاله سيئه بصراحه فصعب هو صعب يعني انا صعبت عليه راح محولني على طب يعني كانت حالتي سيئه واثناء تجديد الحبس كانت حالتي تعبانة صحيا فالقاضي قررني على المستشفى عشان كنت تعبان بعدين على السؤال الثاني لا ثانيه بس لما حولني على الطب فعدى هو خدني خلق قال لهم تعدوا على اليوم الواحد المستشفى اليوم ايه الواحد فراح مطلع واحد كده في مرجي يعني انت رحت اليوم الواحد؟ هو طلع واحد تمدي كده من جوه كان في ظابط كده شكله لبق ما اعرفش ايه ده قالوا هذا ما خدش مستشفى لا على يعني. الطريق من بره كده نادى واحد تمرجي قال فين كشف التأييد الطبي يعني ان هو زي بتاع سليم راح كتب اسمي رهف بعشان ما قالي سابقا سليم هو حولنا على المستشفى عشان كنت تعبان واثناء وانا معدي قدام مستشفى يوم الواحد ندى التمرجي من جوه وكتب تقرير ان انا سليم وما عنديش حاجه. قلت له انا جسمي فيه اصابات. سليم وما عنديش حاجه. قال لي ايه لا هي عليها فيها على الشبكه. انا في الكلام ده هو جابه من ايه؟ من جوه البر. قلت له يا عم سيبني حاجه خدني وراح لاحمد السيد.